وياكم مستمرين وياكم مشاهدي الكرام، ومن خفر السواحل راح ننتقل نورة إلى وزارة الصحة. الجولة الثانية راح تكون من منطقة الرقعي، حيث يقوم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بجولة ميدانية على عيادات صحة المسافرين اللي تم افتتاحها الأحد اللي طاف. طبعا خدمة صحة المسافرين تتواجد على 6 عيادات في جميع محافظات الكويت، يتم من خلالها تقديم خدمات كثيرة ومعلومات حول الأمراض المنتشرة والسلامة الوقائية خلال الرحلات، بالإضافة إلى توفير التطعيمات اللازمة للوقاية من هذه الأمراض. وعسى الله يسلمكم كلكم إن شاء الله. آمين. وأكيد نبي نعرف تفاصيل أكثر حول هذه الجولة. تنضم لنا من منطقة الرقعي الزميلة لما أبو علاوي، مراسلة تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير لما، ويريت لو تكلمينا أكثر عن عيادات صحة المسافرين والخدمات اللي تقدمها لهم. نعم، يسعد صباحكم جميعا. بالفعل كما تعلمون بأن مكافحة الأمراض المعدية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النظم الصحية، ليس فقط على المستوى المحلي بل وأيضا عالميا. وخلال فصل الصيف يتزايد الشغف والحماس للسفر والتنقل والترحال، وكما تعلمون، ولكن هناك بالمقابل شغف وحماس تستدعي الحفاظ على صحتنا. فمن هنا جاءت فكرة خدمة صحة المسافرين التي أطلقتها وزارة الصحة، من منطلق أن الوقاية خير من قنطار علاج، وأن الصحة لا تقدر بثمن، وأن الإجراءات الوقائية والاحترازية تعتبر هي خط الدفاع الأول للتصدي للأمراض المعدية الفيروسية والبكتيرية. هذه الخدمة أطلقتها وزارة الصحة في وقت سابق عبر بوابة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في سبيل توفير بيئة صحية آمنة للمسافرين. للحديث أكثر وأكثر عن طبيعة الخدمات المقدمة التي تقع تحت مظلة هذه الخدمة المبتكرة، يسعدنا الآن أن نستضيف معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي. يسعد صباحك معالي وزير. كما تعلم أن هذه الخدمة تقع تحت مظلتها العديد من الاستشارات الطبية والتعليمات الوقائية، بالإضافة إلى معلومات عن الأدوية والتطعيمات. حدثنا أكثر عن طبيعة الخدمات في خدمة المتعلقة بصحة المسافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح لك اختي لما، وصباح اخواننا المشاهدين في تلفزيون الكويت. وامانه اشكر جميع الطاقم، واصبح على اخواني واخواتي الموجودين. كما تعلمين احنا وزاره الصحه عندنا في خلال خطه 100 يوم عمل هناك 3 مسارات. المسار الاول هو الصحه الرقميه وادخال نظم المعلومات والملف الالكتروني كمسار اول، وهناك برامج قاعد نطبقها. المسار الثاني هي افتتاح المراكز والمستشفيات والمراكز الصحية والمباني والمنشآت التي تخدم المواطن، وهو المسار الثاني. المسار الثالث اللي احنا نعمل فيه وهو اليوم وجودنا مجال الصحة العامة. الصحة العامة تدخل في كل بيت وتتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع، بل تصل إلى جميع الأسرة والمجتمع ككل، كأسرة ونواة لهذا المجتمع، والفرد هو أساس هذا الأسرة هذه الأسرة. اليوم عندنا تدشين شيء جميل ويعني فريد من نوعه نعمل عليه منذ فترة في برامج وقطاع الصحة العامة. اليوم نفتتح وتدشين، وهم موجودين من فترة، لكن اليوم تدشين 6 عيادات اسمها عيادة صحة المسافر، تخدم المراجعين المسافرين بنصائح خصوصا في أثناء السفر وقبل السفر. هناك الكثير من التطعيمات، اليومين موسم حج والكثير من التساؤلات موجودة، أي تطعيم آخذ، كم تطعيم آخذ، أي التطعيم المهم اللي المفروض المواطن أو الوافد ياخذه عشان يدش الأماكن المقدسة ويقدر يسافر تم الإتمامات أو يتم الحج، تطعيمات البكتيرية، تطعيمات الإنفلونزا وغيرها. هذه العيادات اليوم تمثل يعني محور أساسي، وهما موجودة في كل المحافظات 6 عيادات راح نتكلم عنها، ودكتور إن شاء الله وكيل الوزارة مساعد لشؤون الصحة العامة دكتور منذر الحساوي راح يتطرق لها بالتفصيل والخدمات. الشيء الثاني أختي الكريمة اللي هو الخريطة التفاعلية للمسافرين، وهي خدمة جديدة
جديدة تقدمها وزارة الصحة تصل إلى هواتفنا، وممكن الدخول عن طريق الحين حاليا عن طريق يعني ويب سايت وزارة الصحة، وقريبا جدا ربطها إلى سهل. هذه الخريطة التفاعلية أن يصل الإنسان يدش حق الخريطة، يحط يعني يشير ببنانة وصبعة إلى الخريطة، تطلع الدولة، من الدولة تشوف هناك خدمات المفروض الأشياء الاحترازية اللي المفروض يأخذها، هناك تفصيل حتى بالأرقام، قام الطوارئ وين يلجأ لها، الأماكن، المراكز، تفصيل صراحة ممكن يصل إلى كل فرد وهو في منزله قبل السفر. ومنها إن شاء الله راح نربطها بسهل، راح يكون هناك ربط لحتى التطعيمات اللي يأخذها الحين وهي موجودة أغلبها، إن لما تطعم تصل عن طريق سهل. الكثير من يعني الإيجابيات صراحة اليوم في قطاع المحور الثالث اللي نعمل فيه وبقوة في وزارة الصحة اللي هو محور الصحة العامة، بالإضافة للأيام الماضية اللي كنا نشتغل في على المحورين وإدخال نظم المعلومات والصحة الرقمية كما ذكرت لك والمنشآت وافتتاح الكثير من المراكز الطبية، لكن اليوم تركيزنا على الصحة العامة وهي يعني رافد ومحور أساسي في وزارة الصحة. نعمل اليوم إن شاء الله الكثير من إخواني وخواتي الأطباء ورؤساء القطاعات ورؤساء المكاتب والمشرفين الصحيين صراحة لهم دور كبير في هذا المجال، والتثقيف الصحي مهم جدا أن الإنسان قبل لا يسافر يكون واعي حق المنطقة. هناك الكثير في أماكن أمريكا الجنوبية أو أفريقيا تحتاج أنواع معينة ومهمة من التطعيمات. أنا أنصح كل إخواني وخواتي المسافرين مقبلين على موسم سفر بعد الحج شهر 7 وشهر 8، أدعوكم إلى التواصل ويعني سواء الدخول عن طريق هذا البرنامج التفاعلي وهذا الرابط التفاعلي، أو التواصل عن طريق سهل أو يعني ويب سايت وزارة الصحة وزيارة هذه العيادات المسافرين. يعني صراحة بأترك المجال حق أخوي دكتور منذر الحساوي الوكيل المساعد لتفصيل ما هو مهم في هذا المجال. نعم، يعطيك العافية معالي الوزير على هذه الخدمات المستحقة بالفعل. زملائي مثل ما ذكر معالي الوزير، نستكمل الحديث أكثر بطريقة تفصيلية عن الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة صحة المسافرين، والآن يسعدنا أن نلتقي مع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور منذر الحساوي. دكتور، حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الخدمات المبتكرة داخل هذه العيادات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا صراحة سعيدين جدا بهذه الزيارة التفقدية لمعالي وزير الصحة لعيادات المسافرين والتي انطلقت مؤخرا في 6 مناطق صحية، بالإضافة إلى العيادة القديمة اللي كانت متواجدة في الشويخ. فحقيقة أن هذا ينطلق من رؤية وزارة الصحة نحو التغطية الصحية الشاملة، فبعد أن كان عندنا عيادة واحدة على مر السنوات الماضية أصبح الآن عندنا 7 عيادات تغطي كل مناطق الكويت. ولا شك أن طب السفر هو من الثقافات الحديثة في علم الطب والتي بدأ الاهتمام بها يتنامى مؤخرا، لا سيما مع تزايد أعداد المسافرين. هذه العيادة تقدم جميع الخدمات بداية من تطعيمات إلى تقديم كروت الصحة التي تعتبر شرط لدخول العديد من الدول. مثلا الحج يتطلب تطعيمات معينة، بعض الدول الأفريقية تتطلب وجود جواز صحي للحمى الصفراء، وكذلك تقدم المعلومات والمشورة، وأيضا تقدم أدوية الوقاية من الملاريا. أيضا صاحبها إطلاق الخريطة التفاعلية اللي طرق لها معالي الوزير، وهي خريطة موجودة عن طريق وزارة الصحة تضم معلومات عن الوجهات لأكثر زيارة، يستطيع المشارك أن يختار الدولة ويقرأ إذا كان فيها أي تنبيهات أو تحذيرات، وما هي التعليمات المطلوبة قبل السفر وأثناء السفر، وإن كان مصاب بأمراض مزمنة كيف يتعامل معها. وأيضا تقدم خدمة فريدة وهي طريقة التواصل مع أرقام الطوارئ الموجودة في هذه الدولة، الإسعاف، الشرطة، مطافي، رقم التواصل القنصلي الموحد، شلون يوصل حق سفارة الكويت أو القنصلية في هذه الدولة. تشمل حاليا الوجهات الأكثر زيارة، وإن شاء الله نتوسع أكثر إن شاء الله. يعطيك العافية. كان معنا الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور منذر الحساوي. بالفعل يعني مثل ما ذكروا أن هذه الخدمة ليست مجرد مبادرة، بل هي تستطيع أن نقول هي رمز للعطاء الرعاية، وهي بوابة إلى الطمأنينة والسلامة والصحة من جميع طبعا النواحي. بالفعل مشاهدينا الكرام، تعتبر هذه الخدمة هي أدوات وموارد لازمة لتوفير بيئة صحية آمنة خلال موسم السفر. هذا كل ما لدي زملائي، وننتقل إليكم.
نعم الزميلة لمى أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا لك، والشكر موصول لمعالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي والدكتور منذر الحساوي الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة.